واخ ما السلام عليكم متابعي قناة شوف تي في من الصطات اليوم 24 في رمضان في العشر الأوائل الأخيرة 24 في رمضان الحوت مازال طالع في الثمن السرديل مازال طالع في الثمن ودير الثمن ديالو اليوم 20 درهم الكيلو بمدينة ديال الصطات الذهبية 25 درهم الكيلو هاد المكانة 40 درهم الكيلو هذه هي الأثمنة ديال الحوت اليوم بمدينة ديال الصطات من القلب ديال زنقة الذهبية عند سي عبد العالي اللي هو بائع ديال الأسماك بالزنقة ديال الذهبية الطون هذا شحال أخويا عبد العالي داير؟ 60 درهم هذا الكيلو الطون 60 درهم الشرن 25 درهم الكيلو وهذا الباجو داير 30 درهم 30 درهم الكيلو هذه أخويا 20 درهم ياك 25 درهم الكيلو الذهبية 25 درهم الكيلو طون 60 درهم طون 40 درهم الكيلو هذا سي عبد العالي اللي هو بائع ديال الأسماك بزنقة الذهبية بزنقة الذهبية كيف كتشوفوا يعني الأسمنة ديال الحوت السردين اللي هو سمك الفقراء طالع في الثمن شويه دير الثمن ديالو 20 درهم الكيلو هذه هي الاثمنه ديال السوق هذه هي الاثمنه ديال السوق كيف كتشوفوا يعني على المباشر من القلب ديال المدينه ديال الصطات بالضبط من عند بائع الاسماك عبد العالي اللي كيتواجد في هذه المداره ديال زنقة الذهبية هنا هذه المداره ديال زنقة الذهبية كما كنا نقولوا اخويا ديما هذا الثمن ديال السردين علاش كيطلع وعلاش كيهود على حساب هذوك الوساطة هما اللي كيغليو هذا السردين هذا هما الحوت راه عندنا موجود تبارك موجود الله تبارك الله السردين راه موجود تبارك الله في البلاد السردين تبارك الله كيدير تبارك الله ولكن راه هذوك الوساطاء هما اللي كيخليو الثمن واحد يشري من هنا مثلا 50 درهم الصندوق يزيد ليه يدير ليه 70 درهم الاخر يدير ليه 80 درهم كيبقى وكيوصل بحال هذا دابا اليوم مخو ب 35 فرانك هذا 35 فرانك 35 فرانك 7000 ريال 7000 ريال 7000 ريال في 20 كيلو وقاصح اخويا طايح لينا حنا ب 350 ريال الكيلو باش طايح ليا عاد باش الصاير عاد باش الصاير ديالو عاد باش الميكا عاد باش بزاف د الحوايج انا مشيت لك 50 حنا عندنا الرباح نبيعوه ب 10 دراهم احسن ليا من 400 ريال كاينه ملي غنقول 10 دراهم بنادم غيدي جوج كيلو في بلاصه كيلو غيدي جوج كيلو كيدي 3 كيلو ولكن 400 ريال بنادم يدي 3 كيلو ب 20 درهم راه الله يكون في العون الله يكون في العون الله يجي تاود هذا هو اللي كاين سي عبد العالي كنشكرك اخويا كيف كتشوفوا يعني على المباشر متابعينا ومشاهدينا الاخوياء قناه شوف تي في الحوت طالع اليوم الثمن السردين اللي داير 20 درهم الكيلو الطون داير 60 درهم الكيلو الشرن 25 درهم الكيلو كاجو 30 درهم الذهبيه 25 درهم الكيلو المكانه اللي داير 40 درهم الكيلو كيف ما شرحنا سي عبد العالي المرضي اخويا تحياتي كما صرحنا الاخ عبد العالي اللي هو بائع ديال الاسماك هنا بالمدينه ديال الصطات بزنقة الذهبية قال لك ودي راه يعني هادشي بزاف وفوق الطاقه والقدره الشرائيه ديال المواطن العادي والبسيط الله يدير شي تاويل ديال الخير الحوت الشوانه طالع بلا رمضان الحوت كان طالع بلا رمضان السبب هما كيما قلت لك الوساطة راه في كل شيء راه في الحوت لا في الخضرة لا في الخضرة لا في كل شيء كيما كان وقع البطاطا كيما كيقولوا الوساطة هما دوك الشناقة دوك الشناقة
كيما كان وقع في البطاطا، البطاطا ملي مابقاش كتصدر كانت بزوج كيلو، ملي مابقاش كتصدر معقولة البطاطا راه رخصت رخصت درك، ربما جوج داروا معاهم راه زادت شويه في الثمن. فعلا اخويا العالي يعني كنشكروك، كنشكركم على التواصل وكنشكركم على التفاعل من خلال هذا البث المباشر من المدينه ديال سطات، كنشكركم على التواصل والتفاعل، والى اللقاء في بث مباشر اخر.